يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول أمانة لا تفعل كذا، هل هذا حليف بالمخلوق؟ لا، ما يعني هو جاء النهي عن الحلف بالأمانة، جاء نص النهي عن الحلف بالأمانة، فإذا كان يقصد الحلف فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان ما يقصد الحلف وإنما يقول هذا أمانة عندك، هذا سر أمانة عندك لا تفشيه، هذا شيء آخر ما هو حلف. نعم.